الميزه الوحيده في التعادل ده ان هو خلانا ما نفقدش المركز الرابع، لان الخساره كانت هتخلينا نبقى تحت اتلتيكو مدريد ونرجع للمركز الخامس تاني. لو حبينا نتكلم ككره بقى وكفنيات، فاحنا بنعاني من ساعه وصول السيد تشافي هرنانديز من شويه عك كتير، منهم ان هو بيحب لعيبه معينه وبيدور اللعيبه دي على مكان جوه الملعب، فبيواجه مشكله كبيره جدا بالنسبه له كمدرب وهو التوظيف السيء للعيبته، غير ان هو عنده مشكله برضه وهي التعامل مع اللعيبه المستبعده. شفنا كلنا النهارده المستوى السيء والرديء اللي كان عليه لعيب زي سيرجينيو ديست اللي كان واحد من ابرز نجوم برشلونه مع رونالدو كومان ناحيه اليمين لما كنا بنلعب 3 4 3، كان ديست واحد من اهم العناصر الهجوميه. دلوقتي ديست لا عارف يهاجم ولا عارف يدافع. شفنا إيريك جارسيا كان نازل ازاي مش شايف قدامه. شفنا ان اللعيبه اللي ما كانش عليها سبوت ومش بتشارك الفتره الاخيره جايه مستواها عامله ازاي، فدي برده بتاعه مدرب لو حبينا نتكلم فيها يعني. وحته بقى التوظيف في الشكل الهجومي اللي انت بتلعب بيه، يعني انت بتلعب 4 3 3، سيبك ان انت بوسكيتس صديقك مش بتغيره وبيفضل موجود مهما كان مستواه. فرانك دي يونج بيحاول على قد ما بيقدر يأدي الدور اللي انت عايزه منه، حتى لو ما بيعرفش يعمله بيحاول يأديه. بيدري هو الحسنه الوحيده في نص ملعبك. بيدري بصراحه من ساعه ما رجع من الاصابه وادواره الهجوميه تطورت بشكل غير طبيعي. بيدري اللي انا اتفاجئت جدا بيه النهارده لما دخل منطقه الجزاء وخد الكره العرضيه وسجل لك الهدف الاول بدري بدري. فين بقى شخصيه الفرقه اللي انت كنت شغال عليها كمدير فني؟ الفرقه ما كانش عندها شخصيه ان هي تمسك كوره وان هي يكون عليها عندها خطوره امام مرمى فرقه اسبانيول. هتقول لي لا، كان في خطوره وادام تراوري كان مصدر الخطوره الوحيد، وادام تراوري راح بواحده وشاطها وانطونيو لوبيز صدها. بس ايه اللي حصل عزيزي؟ اول هجمه على برشلونه دخلت جول. هتقول لي خطا تير شتيجن وباصه غلط والراجل حاططها بعيد قوي، تمام انا معاك، بس معاك في حاجه مهم، ان خط دفاعنا اتكشف اول ما لقينا اروخو اتعور ولقينا إيريك جارسيا نازل. إيريك جارسيا اول ما نزل انا حاطط ايدي على قلبي اللي هو خلاص، انا كنت جاي متفائل، انما اول ما شفت إيريك جارسيا خلاص ان انا عندي ايمان من ساعه ما تم التفاوض مع إيريك جارسيا ان واحد من اسوأ المدافعين اللي برشلونه ممكن يجيبهم النادي. بس الناس كانت بتزعل لما الواحد كان بيقول كده. شفنا برشلونه الشوط الثاني كان عامل ازاي؟ شفنا برشلونه الشوط الثاني لما الدنيا بدات تسخن بدانا نشوف في عكة اكتر بقى، يعني بدانا نشوف اول تغييره فرانكي ديونج. ليه؟ اصل فرانكي ديونج منع هدف لبابلو جافي، اللي هو فرانكي ديونج كان واقف اوفسايد وفيرن توريس الكره خبطت لحد ما راحت جافي جابها جون، يبقى نطلع فرانكي ديونج. نطلع احنا فرانكي ديونج اول تغييره. طب بالنسبه لبوسكيتس؟ لا لا مساس ببوسكيتس. طب بالنسبه لكل الناس في عالم كره القدم اللي بتطالب منك انك تطلع بابلو جافي او تنزل جافي نص الملعب وتنزل عثمان ديمبلي او حتى تنزل اوباميانج تحط اوباميانج شمال او حتى يا اخي ترحل فيرن توريس الشمال وتحط اوباميانج او كمان تجيب لوك ديونج من على الدكه. لوك ديونج اللي بالمناسبه يعني كان ماشي معاك كويس وانت مره واحده قررت تنطره خالص. لوك ديونج كان بيخلص لك ماتشات بالكره العرضيات الكتير اللي انت عمال تلعبها دي، يعني ادام تراوي عمال يلعب عرضيات وشايفين ان فيرن توريس شاي يعني تايه في منطقه جزاء اسبانيول، بس مع ذلك خلاص احنا قراراتنا واضحه، مفيش حاجه اسمها لوك ديونج هيبدا معانا او لوك ديونج هيكون واحد من ابرز التغييرات بتاعتنا زي تغييره نيكو جونزاليس مثلا بتاعتك بتاعت كل ماتش، اللي هو انت بتنزل نيكو جونزاليس علشان خاطر يغطي بوسكيتس اللي بوسكيتس ما بيقدرش يكمل ماتش، فانت بتنزل نيكو جونزاليس يقفل معاه نص الملعب. بس عجبتني بصراحه حته التعليمات اللي انت بعتها في ورقه دي، حلو. بس اعتقد ان بيكيه خد التعليمات بطريقه غبيه وقرر ان هو يطرد في النهايه. بسم الله ما شاء الله، يعني تعليمات الله ينور بيلتزموا بيها جدا جدا يعني. وبعدين احنا قلبنا 4 4 2، طب مين اللي كان بيلعب باك شمال لما انت غيرت جوردي ألبا؟ في شويه حاجات بتحصل كده انت محتاج تسال عليها، يعني إيريك جارسيا اول تغيير نزل مكان اروخو للاصابه. بعد كده نيكولاس جونزاليس اللي هو تغيير بينزل عافيه غصب عن بوز التخين علشان يأمن نص الملعب مع بوسكيتس نزل مكان جافي في الدقيقه 72. بيير إيمريك أوباميانج مكان فرانك ديونج في الدقيقه 62. عثمان ديمبلي مكان جوردي ألبا. وعثمان ديمبلي اي حد اتفرج على الماتش هيقول لك ان هو افضل بكتير جدا من اللي قدمه فيران توريس. بس عثمان ديمبلي مش عايز يجدد، وهرجع تاني واقول لك حقه ان هو ما يحبش يجدد فرقه برشلونه لان المستقبل بالنسبه لنا مش واضح عن المعالم بتاعته. نزل لوك ديونج في الدقيقه 88 مكان بدري، ومع ذلك لوك ديونج هو اللي قدر يرجع له في المباراه تاني عن طريق عرضيه من ادامه تراوري، قدر ان لوك ديونج يحولها في الشباك.
مش هتكلم انا على الخطأ والسرحان بتاع ايريك جارسيا، لان ده بيقول ان اللعيب ده ذهنيا مش حاضر وهو مش جاهز، والموضوع بتاع الذهنيه دي برضو بتاعتك انت كمدير فني. يعني انت كمدير فني حاضر معايا في كل حاجه، ما بتعرفش تغير من يوم ما وصلت النادي؟ قلنا عادي، ابننا بيتعلم فينا مفيش اي مشكله. شفنا ان انت بتجامل لعيبه اسبان، قلنا عادي، بيبص في ورقه مدرب اسبانيا ونفسه ان هو يكون معاه فرقه كلها اسبانيه. طريقة اللعب لسه قلنا عادي، بيتعلم فينا مرة 3 4 2 1 ومرة 3 4 3 ومرة 3 5 2 ومرة نرجع ل 4 3 3، قلنا عادي، ابننا بيجرب فينا. انما كده بقى كتير بصراحة، يعني كده بقى كتير. قلنا ان المكسب بعد مباراة اتلتيكو مدريد هيفرق معانا، ولقينا ان المكسب لا فرق معانا ولا اي حاجة. طول ما انت شغال غلط، وطول ما انت بتعك، وطول ما انت بتجامل، مش هتمشي، مش هتمشي، ولا تستنى انها تمشي معاك. الخبرات اللي احنا كنا بنتكلم عليها الماتش اللي فات، اللي هي خلصت لك ماتش خبرات جوردي البا، خبرات داني الفش، النهارده خبرات بيكيه، خلت لعيب صغير يستفزه ويطرده معاه في الوقت اللي برشلونه محتاج فيه بيكيه، علشان خاطر اروخو مش موجود للاصابه. ده عقليه الخبرات الموجوده عندك في برشلونه. فاحنا عندنا مشاكل كتير. يمكن افضل حاجه زي ما قلنا لك، زي ما قلت لك في اول فيديو، ان النقطه دي خلتنا ما ننزلش المركز الخامس. هنعمل ايه بقى؟ هنوصل المركز الرابع او لا؟ يعني ان شاء الله باذن الله نوصل المركز الرابع. اما الناس اللي كانت بتقول ريال اتعادل امبارح واحنا هنجي ناخد دوري، فعايز اقول لك دوري مين؟ دوري مين؟ هنشتغل نفسنا، مش ناقصه كده بقى. الحمد لله ان هي مشيت على كده وتعادلنا، مع ان بصراحه تشافي كان يستاهل يكون هو المدير الفني اللي درب برشلونه اللي يخسر من بعد فرانك ريكارد من 2007. يعني تخيل تشافي كان اول مدرب هيخسر من اسبانيول في ديربي كاتالونيا بعد كام؟ بعد 15 سنه من اول من خساره فرانك ديونج. هو بصراحه تشافي كان ابن حلال ويستاهلها، بس الحمد لله رب العالمين فلتنا باعجاز. الفيديو طول؟ صح طول، لا يعني. كنت قرفان من تشافي، وكنت قرفان من كل الحاجات اللي عملها النهارده. عجبك الفيديو؟ براحتك، رايك واحترم. ما عجبكش الفيديو؟ انا راجل برشلوني، هفضل اتكلم على برشلونه وهفضل انتقد دايما تشافي طول ما هو بيعك. مش مطالب مني ان انا اطلع اطبل له، مش مطالب مني ان انا اطلع اطبل لبابلو جافي لو بيلعب في مكان غير مكانه، مش مطالب مني ان انا اطلع اطبل لاي حد، لان ياما طبلنا وفي الاخر لبسنا كلنا.